نلجأ إذن إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، البعض يعتبرها موت بطيء كروياً. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى بثقة كبيرة، تفوق على حارس المرمى. نيمار يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه بثقة. تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. فرصة لتعزيز التقدم، جول وتقدم بهدفين الآن. ثاني لاعب يسدد، الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. تصدي رائع، تألق الحارس في إنقاذ الكرة. يتقدم المسدد الثالث، ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. رابع لاعب ينفذ الركلة، الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. رابع لاعب في ترتيب المسددين، والكرة إلى الجانب الأيمن. هذه كرة في المرمى، 3-3. الأجواء نارية مشتعلة الآن. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، يا لعيب، لمسة كانت رائعة. الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. البرازيل عليه تسجيل هذه الكرة للحفاظ على حظوظه. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. اللاعب السادس في تنفيذ الركلات، يلعبها في الجانب الأيسر. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. البرازيل، هل هي كرة التعادل أم الخسارة؟ يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس، الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة. لعب الكرة في الاتجاه، سجل، ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. ثامن ركلة، ثامن لاعب يلعبها، لكن تعود من القائم. لعبها ببراعة كبيرة، لكن إطار المرمى كان عنده رأي آخر. شناوي هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة الكرة تصطدم في القائم. الارتياح كبير على حارس المرمى. جاء دور الركلة التاسعة واللاعب التاسع، الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. شناوي عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان. المنفذ العاشر يتقدم الآن، كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى، تقدم وسددها بكل ثقة. هذه ركلة جزائية مذهلة، وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. اقتربنا من الحسم، اللاعب الحادي عشر ربما تكون له الكلمة. ضربة مذهلة. البرازيل لو ضيع هذه الكرة سينتهي كل شيء. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة.
ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. أيمن أشرف، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. كرة ضائعة مرة أخرى. شناوي إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز لا زال موجود. أنهت هذه الركلة المباراة. لم يكن عندهم الهدوء أثناء تنفيذ ركلات الترجيح أو التركيز العالي. افتقدوا للثقة اللي كانوا يحتاجونها في مثل هذه المراحل الحاسمة من المباراة. أبو إياكم إذن إلى ركلات الترجيح. تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. قد تكون الركلة الأولى هي الأهم. تسديدة قوية وجميلة. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. نيمار يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. الكرة في المرمى، النتيجة 1-1. بداية جيدة وركلة جميلة لتصبح النتيجة التعادل 1-1. الآن يتقدم اللاعب الثاني. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. ضربة مذهلة. ينجح في أن يخدع الحارس يسجل هدف. ثم مع الثالث الآن. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. التعادل 3-3. رابع لاعب ينفذ الركلة. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح. تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير. هل يسجلها ويصبح بطل هذه الليلة؟ إذا سجلها يمر فريقه. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. منافسة قوية جدا في 90 دقيقة، بعد ذلك في الأشواط الإضافية، والآن في ركلات الترجيح. في نهاية الأمر